بما رحنا للزمن الجميل واتكلمنا عن النادي الاهلي، البعض ايضا تحدث عن اكذوبه ايضا في تعامل النادي الاهلي مع ابنائه، دايما بيتحدثوا عن فكره التعامل والنادي الاهلي لا يجيد التعامل مع ابنائه، برغم ان يعني اكيد اكيد هتكون في حالات في تاريخ النادي الاهلي لم يكن التعامل بالشكل الامثل مع احد ابناء النادي الاهلي، ده وارد جدا. احنا نادي لا يحكمنا ملائكه، احنا نادي بيقودنا بشر بيتولى المسؤوليه بشر، والبشر خطاء، بس عشان الناس تبقى فاهمه، ودايما بقول اننا لسنا المدينه الافضل بل اننا نسعى ان نكون المدينه الافضل عشان يكون الكلام واضح. ولكن لما يكون الحالات اصعب بكتير في انديه اخرى، ما ينفعش يطلع اعلام منافس يتحدث عن علاقه ابناء النادي الاهلي بالنادي الاهلي، وكمان يكون الكلام مش بشكل سليم ولا بشكل صحيح، خاصة لما يكون الكلام عن نجم كبير في تاريخ النادي الأهلي الكابتن صفوت عبد الحليم، المايسترو كابتن صفوت عبد الحليم. كنا لسه بنتكلم عن اللعيبة اللي عندها سكان في الملعب واللي بتلعب وهي رافع راسها لفوق، لا كابتن صفوت عبد الحليم ما كانش قصة رافع راسه أو موط راسه، كان قصة إن هو عارف كويس قوي كل سنتيمتر في الملعب وبيقدر يباصي التمريرة اللي توصلك بالمرمى، وبالتأكيد لعيب كبير الكابتن صفوت عبد الحليم. تعرض لبعض الانتقادات وعلاقته بالنادي الأهلي، معانا عمر صفوت عبد الحليم على الهاتف. يعني مرحب بيك يا عمر وأهلا بيك في قناة النادي الأهلي، قناة ناديك النادي الأهلي، ابن طبعا الكابتن صفوت عبد الحليم. السلام عليكم، ازيك يا اسامه؟ ازيك يا فارس؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى مصر كلها وعلى النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. منور بيتك الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي اكيد يا عمر، وكان الدافع ان احنا شفنا كتابات جميله ليك عن كابتن صفوت عبد الحليم وعلاقته بالنادي الاهلي، دي اللي كنا عايزين يا عمر نكلمك ونسمع المشاعر وكابتن صفوت عبد الحليم اكيد يا اسامه لتاريخ مع النادي الاهلي. هو بالتأكيد، لكن أنا حابب أروح للموضوع على طول مع عمر. يعني إحنا هنا بنتكلم دايما بموضوعية وبشافية، البعض شكك في تعامل النادي الأهلي وإن النادي الأهلي لم يقدر الكابتن صفوت عبد الحليم خير تقدير، فرايحين لابن الكابتن صفوت عبد الحليم يوضح لنا الصورة وحقيقة تعامل وعلاقة كابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الأهلي. ماشي، بص انا هبدا معاك من الاول خالص، يعني خلينا هنتكلم مثلا نبدا من لحظه ما بابا بدا يتعب شويه، كان ده تقريبا في 2008 2009 تمام. من اول يوم بابا بدا يتعب فيه، والله يعني انا بكلمك بامانه بعيدا عن النادي الاهلي، سواء هم طبعا مسؤولين في النادي بس هم دول برضو ابناء جيله، ابناء صحابه، سواء كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن شطه، وكابتن احمد، مش عايز انسى حد يعني. هم دائما كان كله على تواصل معاه وموجود وكل حاجه. وملحوظه ثانيه، بابا طول عمره تقريبا ما خرجش بره النادي الاهلي في حياته من ساعه ما كان لعيب لحد ما توفى، غير في فتره تقريبا راح اشتغل في السعوديه وبعدين الامارات 3 4 سنين، وبعدين رجع بقى في مناصب مختلفه كلها جوه النادي. هنرجع لساعه ما بدا التعب وبدا تتاثر على حركته. بابا من ساعتها لحد ما توفى، باختلاف مجالس الاداره وباختلاف اصدقائه طبعا، هو شغال في النادي الاهلي، عليه تامين صحي متكامل، بياخد مرتبه من النادي الاهلي، شغال مستشار فني في الاكاديميه، يعني طول عمر اي حاجه بتحصل، حتى يعني في اوقات لما كان مثلا بيبقى تعبان وبحتاج ان انا اروح مستشفى، انا نفسي اول حد مثلا بكلمه كابتن محمود، بكلم كابتن شطه، هم في 3 دقايق بيبقوا معايا في كل حاجه. ده حقيقي. احنا يا عمر طبعا ده حق النادي الاهلي اكيد، حق كابتن صفوت عبد الحليم على النادي الاهلي، واكيد ده دور النادي الاهلي تجاه كل ابنائه، ولكن احنا عايزين بعيدا عن ان احنا نذكر امور النادي الاهلي عملها، لان ده واجب النادي الاهلي يا عمر، ومش محتاجين ان احنا كمان نبرزه لان احنا عارفين النادي الاهلي بيعمل ايه، ولكن عايز اسالك سؤال، كابتن صفوت عبد الحليم كان بيكلمك عن النادي الاهلي يقول لك ايه؟ بص يعني هقول لك يعني النادي الاهلي نفسه، هو النادي الاهلي بيته، يعني انا بقول لك بابا دخل النادي وهو عنده في الاختبارات كان عنده 8 سنين خرج منه وهو يعني خلاص توفى رحمه الله، فاهم قصدي؟ فهو النادي الاهلي ده هو حياته، اتولد جوه وعاش جوه وكل اصحابه جوه، كل الناس اللي شغاله، كل الاداريين، كل خلاص بقى حياتك انت كل يوم في المكان ده، سواء باختلاف وظائفك، كنت شغال في قطاع الناشئين، كنت شغال في اكتشافات اللعيبه اللي بتجيبها للفريق الاول، بابا من الناس اللي جابت جيلبرتو كان سافر اثيوبيا، فانت حياتك كلها تقريبا جوه النادي، فلا هو النادي ده حياته، بالذات زي ما بقول لك حتى انت علاقاتك كلها، انت كشخص علاقاتك كاصحابك كزملائك هم الناس اللي جوه، يعني سواء بقى كابتن محمود، كابتن شطه، كابتن احمد عبد الباقي،
يعني بص انا مش عايز انسى حد، لان فعلا انا لو زي هقول لك اتمنى اصحاب في حياتي، اتمنى اصحاب زي الناس دي من اللي انا شفته منهم يعني. ربنا يخليك يا عمر، ودايما يعني كده يعني رفع اسم النادي الاهلي كابتن صفوت عبد الحليم. وعايز اقول ان في صور دلوقتي استعرضناها كانت بطوله، لو تكلمنا عن احداث البطوله، توقيت البطوله، عن الكابتن صفوت عبد الحليم في النادي الاهلي. هي دي. بص يا بابا، انا زي ما قلت لك هو قعد الفتره كلها تقريبا مستشار فني للاكاديميه، فهم اول ما بداوا يعملوا اكاديميه يعني بطوله للاكاديميات مجمعه، حبوا ان هم يعني يعملوها لك حاجه تكريميه ليه. هي الصراحه كانت لفته جميله جدا جدا جدا، شيء عظيم. وكابتن صفوت عبد الحليم هيظل في قلوبنا، وبنشكرك جدا يا عمر. احنا بس حبينا نوصل يا جماعه النادي الاهلي كده مع كل ابنائه، وصدقني مر كده على تاريخ النادي الاهلي، لو انت مش شايف النادي الاهلي بعين كابتن صفوت عبد الحليم، تأكد ان بنسبة كبيرة جدا المشكلة عندك انت، المشكلة عندك انت، لان النادي الاهلي طول الوقت مع ابنائه بيمر بلحظات وفاء، ويمر بلحظات يفتكرهم فيه. وكابتن صفوت عبد الحليم قدم للنادي الاهلي كتير، وزي ما بنقول يا اسامة ده حقه، يعني الكلام اللي بيقوله عمر ده حق كابتن صفوت عبد الحليم على النادي الاهلي. ما احناش بنتكلم فيه عشان نقول النادي الاهلي عمل حاجه استثنائيه، بقدر ما احنا بنقول اللي بيحاول ياخدنا ان النادي الاهلي يجحد ابنائه، او النادي الاهلي ما بيعملش لابنائه اللي هم منتظرينه، لا، ولكن في السياق الطبيعي وفي سياق ان النادي الاهلي علاقتك بيه تبادليه طول الوقت. بص انا اكتر نقطه وقفت عندها في كلام عمر صفوت عبد الحليم، اللي قال على مدار يعني مجالس الادارات في علاقة تربط الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الأهلي. قال الكابتن حسن حمدي، جاء بعد كده المهندس محمود طاهر، جاء بعد كده الكابتن محمود الخطيب. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي مش بيتوقف عند اسم، مهما كانت عظمة هذا الاسم فالأهلي فوق الجميع. ولما يكون النادي الأهلي هو اللي خلف العلاقة دي مع نجم كبير زي الكابتن صفوت عبد الحليم، هو ده اللي بنوضحه. القصة مش قصة بالتأكيد في دور أكبر للأصدقاء كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكابتن أحمد عبد الباقي وكابتن شطة، لأن دول زملاء ملعب وزملاء الكابتن صفوت عبد الحليم. ففي واجب أكبر من واجب إن أنت مسؤول في النادي الأهلي، وهو واجب الصداقة والعشرة والزمالة في الملعب وحاجات كتير جدا وسفريات ومعسكرات للخارج. لكن كمان لما تيجي تتحدث إن حتى في فترة المهندس محمود طاهر لم ينقطع علاقة الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الأهلي، أنت هنا بتهدم أي نوع من أنواع الأكاذيب اللي ترددت في الفترة الأخيرة عن علاقة الكابتن صفوت عبد الحليم بالنادي الأهلي. النادي الأهلي في يعني ما كنتش أعرف أنا المعلومة دي، الأكاديمية اللي اتعملت افتتاح الأكاديميات وتعمل بطولة يعني للكاب باسم الكابتن صفوت عبد الحليم، انا بصراحه ما كنتش عارف المعلومه، فده شيء كلمنا عنه عمر، واعتقد الامور واضحه تماما.